عايزه بس ناس كتير. انا مش بتقعد الحاجات دي صحاب البيت. يا لهوي يا لهوي صحاب البيت يا لهوي يا لهوي. نتصل من الكشك اللي بره. تعال بالتليفون يا اخويا. استر يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه. الست موجوده؟ لا مش موجوده خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء سناء مش هنا، انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطيه مش ناسي حاجه يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شويه. الله انا مش بوزتك ولا البوسه ما عجبكيش ما عجبكيش نهيت. اي حاجه منك بتبقى حلو بس فكر. الله فكريني يا وليه ان كنت ناسي حاجه. ايه وليه دي يا اخويا؟ شايفني واقفه لك لابسه لك عبايه سودا ولا واقفه لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفه في طابور العيش مش بني قلبه برضه. بس انت بقى احلى من 30 واحده من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحبايه يا عطيه. هو ده اللي انت ناسيه. لا انا مش ناسيه، انا نفسي ابطل. وانا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي ان ما فيهوش ادمان ولا حاجه؟ يا خراب ده ابو الادمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشربه؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. آخ دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده. هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي. مفيش منه النسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. اه عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحراميه. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوه قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شويه شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوبايه شاي. تعال. فين؟ ادي يا سردينة. ايوه اعمل شوية شاي لابويا. حاضر لما اخلص بروح على البيت. عيني انا غلطت يا تعويرة. مين اللي بيقول تعويرة؟ هو فين بنت الكلب ده؟ خلاص يابا
خلاص يا عم خميس اعصابك، ولا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه بقى يا العبيط. كده بقى يا بنت خلاص بقى يا بيه، ده بقى اتكل على الله ولما ده راجل كفيف. ماشي يا عم انت راجل خفيف، بس انا ما غلطتش في الشريفه يعني. شريفه غصب عنك وعني. هو فين بتتكلم؟ انا هخلط عشان ابوك. بنتي برقبت اهلك كلهم. اوعى اوعى فخر بنتي. واللي هسمعه اقولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمره. خلاص يا ابو غار يلا نروح بقى. حرمونا نروح على القهوه كمان. طلعي جايبالي الكلام يا بنت الكلب يا واطيه. ما خلاص بقى يا والله. في ايه يا خميس؟ في الرايحه والجايه العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. ما هي بنت الكلب دي هي اللي غازه راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى ياما، هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرب بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك استني عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه، بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح؟ وطوا صوتكم بقى، كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس. كرتكنيه ساتر. اتفضل. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسنينها. تقولي يا حاجه دي اختي، ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله، اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد، تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطاريه اللي قبله يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه، والله بتفكريني بالمرحوم امي، ربنا يديكي طولة العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه، عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه. كان ولا بد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، انا هعمل الشاي. العربيه تعبانه قوي يا ابله ليلى، ان وانت بس انك تغيريها وانا اجيب لك عربيه صاحيه وهتدفعي واحده واحده. لما افكر هبقى اقول لك. انت بنت حلال يا ابله ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. انما انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا ابله ليلى؟ نصيب يا استاذ سعيد، كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب، لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دي ياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تخصميش عليها الا الجواز، لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين يا ابله ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي. لا ده انت زي الفل، ده انت في عزك في عزك. اه والله العظيم يا ابله ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه، غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب اقوم انا بقى ادوش لكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى، احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامه يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصها ايه دي بس يا رب، ناقصها ايه؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك يا ابو ليلى. قول
سلام وصباح، دي كل يوم ترجع الحتة شايلة الكيس ده في السعادة. يا ترى الكيس ده فيه ايه يا بيتا؟ فيه فيل يا عم. رخز يا عم في الدماغ، لفينا صغنطين خير. لف لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه؟ نطلع سلمة؟ سلمتين تلاتة احسن لنا ايه يعني؟ اوديخي فين؟ يا زحة يا امه. بتعملي ايه تحت السرير؟ بابا بالكركبه تيجي تحت السرير. كركبه؟ طب نامي يا امه، الصباح رباح. ما انا هنام. يو نسيت افوت على خالتك سعديه اديها العلاج حبيبتي يا اختي. لا يا امه ما تقلقيش، انا فوت على خالتي اديتها البرشامه. بجد بجد انا بدي فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلت ما بقيتيش مركزه، بقت في الزباله اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. سيلي يما، لو انتي مفكره ان انا مش اخده بالي ان انتي كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفيها لي هنا تحت السرير بس. ورحمه ابويا يما، ورحمه ابويا، ما انا نايمه على المراتب دي لما تتعمل. وطي صوتك. لا يما، ما هو تكوني مفكره ان انا نايمه على وداني. اعمل ايه؟ اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك؟ ايه المك دي يما؟ الهنا مبعتره؟ مش مبعتره، قاعده تحت الارض كل يوم تاني زبطك بتتودودي انت والاسم النبي حارسه. فيها ايه ياما؟ مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقه يستحمل مصروفنا. ادي الزباله اللي بقى من خلاص ياما بقى. ادي الزباله اهي. خلاص ياما والنبي اهي. خلاص ياما. طيب وحسك عينك، حسك عينك اشوفك تاني مره معايا على السلم ولا في الحاره. ورحمه امي لقطع خبرك انت وهو. يما كل البنات بتجيب قطن نضيف، معناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبه ولا مخده. أنا عارفة ياما إن ظروفنا وحشة، بس أعمل إيه؟ نفسي ياما أنام على قطن ريحته حلو، مش ريحته قطط ولا كلاب. وبعدين يعني هو أنت فاكرة إن أنا مبسوطة قوي مش احتضتك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الأرض وأنت بتلميني القطن من الزبالة؟ فين يا ام؟ نايمة معايا جوه. ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص من الشباك. يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي، تعالى شوف. احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى. مساء الخير يا ام. مساء الخير. بقول لك ايه؟ في اكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل. لا انا اكلت سندوتشين كبدة بره. تصبح على خير. طب يا اخويا ربنا يقويك. شايفه عمايل ابنك؟ انا مش فاهمه بيشك فيا ليه؟ هو انا بعمل ايه اصلا؟ معلش، مين اللي بيشوفه في الشغل؟ استحملي. استحمله؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟
يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعة. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده يما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. من اهله. صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدأت تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيرة والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتي الكلمة. ما محدش هيقول في وشك حاجة، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلمي هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي يا ست؟ انا بحافظ عليك وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيب ورثك؟ معاك كل حاجه قبل ما يموت، واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولمي حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. وصلى اللهم عليك يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، هنا مدرسة محمد، ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على حضرة النبي. اذكر الله. يو عبد الله، امي عبد الله ايه اللي نايمك كده؟ قوم الا تتهوى. يا صبوحه صباح الخير. صباح النور، ايه اللي نايمك كده؟ بوت صوتك يا بنت الام تسمع. امك تسمع ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ روح انام في فندق او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات، انا مات من الجوع يا واد. ده اكل بايت بايت بايت. بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة وسودة ولا بيضة. خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض، اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ اقول له بقى انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ، كان زمانك دلوقتي بزنين في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم، واحد فعلي مهموس جم قبضوا عليا. يا لهوي، امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح، بحط اكل الفراخ. عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي، عايزاك. حاضر، جايه اهو. ما تقولهاش ان انا نايم بره. ماشي، عشتيني يا بت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده ولا ما تلم نفسك. قطه صغيره بس يا بنت. اوعى حلاوتي. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا اختي. معاك وش خير؟ عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره.
انت بقالك ساعة قاعدة تتوشوشي تتكلمي معاه، ما تستهبليش عليا يا روح امك. ما هو اصلي يا خالتي. ولا اصل بقى ولا فصل، ما بحبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي 5 جنيه اهي، انزلي اشتري له فطار، حته جبنه رومي على حته جبنه بيضه، شويه فول، قال لي يفطر حار ونار في جدته. قال لك على المصيبه اللي عملها؟ قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى، انت هتبقي مراته والمره ضمير جوزها، اذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام هتعيشي طول عمرك ندمانه وصدمانه. انا بقول لك اهو، لازم يعرف ان هو عمل عامله سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي يلا انزلي جيبي له الفطار، وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى، تكدبيش عليا تاني يا روح امك، انا بقولها لك كلمه يحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه امك ومربياك. ماشي يا خالتي. حاجك قطم رقبتك. انت يا بت ال 5 جنيه دي على فكره يا بت اكلك اتحسن، امسكي. سيبك بقى من مولود الضمير بتاع امي ده، دي بقى قطه يا لهوي. ايه يا بنت في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، ده الديك بتاعك على الدنيا. السلام ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله لك، عين تركاها وانت واكل حق الغلابه. ايوه يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول، عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه، طالب منك خدمه، نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك، ها يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره، واللي يجي لك بس هاتهولي مالكش دعوه، انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور، ماليش بركه الا انت. سلامه يا حبيبي. شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا ام، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا ام غصب عني يا ام، معلش. قولي لي عاملة ايه؟ واختي عاملة ايه؟ وابويا عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب، عايز حاجة؟ عايز سلامتك يا اخويا. بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد، ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص، وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟ لا، ده كله فين وفين لما يفتكر ويكلمني. لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب.
انا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه يا رب. ادعي له يا اخويا. بدعي له يا اختي. ربنا يهديه ويهدينا جميعا يا رب. انا نازل. مع السلامه يا اخويا. السلام. مصلحه عزك يا عم. انت بتقول ايه؟ انا ما صدقت ربنا سطرها في موضوع اللومب ده. حط صوتك يا عم. هل صوتك ليه؟ انساني يا عم. المشوار المره دي نضيف. نضيف ازاي؟ ما هو لو نضيف احنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحه سهله. عمك مصلحي عايز يعلم دورينه ومعهوش رخصه. عايز حد بس يامنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقه هيرفع قضيه وهتتحل بالفلوس وهيدفع. اه طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه؟ خلاص يا ابني. لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمهم ما يشونوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. اه طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان لغيه في اي حوار. ده هم اسبوع يعلب الدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى؟ لو الحي هد الدورين هد معاهم. يلا هد معاهم صح كده بقى، يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل ايه في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عمنا. يا عم خليني نايم، احنا شغالين في النظيف. لا تنظروا الي هكذا، اني خائف. لست انا الذي سحبت الخصيه في اطفالكم جعلتهم خصيان. لست انا الذي نبشت الخصيه. سوري يا جماعه، الكلام ده بقى تقيل عليا قوي. اسفين. لا التغيير بيتعبني. ايه اللي جرالك؟ شايفك النهارده كده مش مظبوط. عندي احساس غريب، حاسه اني محكوم عليا بقضي فتره حبس. ايه احساس البساتين ده؟ بقالي 20 سنه بحضر ندوات وبقرا جبارة ولينين، زهقت. عادي جدا، كلنا بقينا كده. كلكم مين؟ انت بتريحني وخلاص. امال احنا بنيجي كل يوم جمعه هنا وبنتقابل ليه؟ بتتقابلوا يا اخويا عشان تفتكروا ذكرياتكم، واول ما بتمشوا من هنا كل واحد بيشوف حياته، محدش يتمسك بحاجه. يا سلام. مش بقول لك انت النهارده مش على بعضك؟ ما تشيلش في دماغك، أنا ماشية. ده موقف بقى. ولا موقف ولا حاجة، دي شحنة وطلعت عليك. هروح فين يعني؟ هتلاقيني متلقحة هنا الجمعة الجاية. بقول لك إيه؟ أنا همشي من غير ما حد يحس. سلام. ماشي. انت اشطايح تقعد معايا حبتين خلاص؟ ايدك بتغلك على النت؟ انا مش قلت لك عايزك انا. طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعه ما قلناش كلمه واحده. طب ما احنا هنقول اهو. بص يا كريم، البيت اللي ما فيهوش مره يعاشر فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يا لا فاهم. فاهم وبتستعبط. اه عايزنا نتجوز. يابا انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكر. بس انا بفكر بقى. ايه هتتجوز عم بركه؟ ايه لا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم، والموت احنا اكتر ناس بنحس بشغلنا. الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيقعد. يابا ربنا يخليك ليا. تعالى
عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي، بس انا بقى ناوي اجيب لك غيري. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه، انا لسه بصحتها لو اقدر برضه. طبعا عارف بابا، خلاص اتجوز اتجوز. لا شيخ، وانت تقدر ترفض؟ يلا ايه خلاص الدنيا تشالي بحالها ولا ايه؟ خلاص عم مبارك اتجوز على البركه. مبارك انا اتريق اتريق على ابوك انا؟ يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه، انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حته بيت من البلد، لا ليها في الطور ولا في التحليل. اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقايحه على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمه حلوه بدل الكشري اللي هرب بطننا. خلاص عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحيه تريحني؟ هو هيريحني بصراحه. أنا كبرت أنا خلاص. كبرت مين يا أبو كريم؟ ده لو الله عامل لك فرح تحلف بيه الحارة كلها. النبي إيه؟